للفيصلي قصة لا تنتهي مع المجد، قصة كفاح أنجبت زعيم الأردن، أعوام مديدة كللت بالألقاب، الكثير من الفرح والقليل من الحزن، صولات وجولات في الملاعب الأردنية والآسيوية، أتت بثمارها من كؤوس الذهب التي جعلت من الفيصلي كبيرا من كبار القارة، حكاية عشق الجماهير الممتدة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، جمهور عظيم فلا يليق بالعظيم إلا العظيم مثله، جمهور ساند الزعيم في أجمل اللحظات ووقف معه في أصابها، الفيصلي العميد ورواية المجد التليد. خالد الخصبة لصفحة أكبر تجمع لعشاق الفيصلي.